أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وترسل الدين لها أن تبرنا عن علم الحديث كنبينا عليه الصلاة والسلام كراها أن كتاب فيها الأدب المفرد ودرس الكنتونات وحنا كبلا ونعي باقا لبابا قل يصدنات وحن قصر كبني أبواب تقصر صنات خفك مريرك أحواش يسي ولمرك أبواب تأساك بحجرنا مصنف توقع يري باب عيادة المغمى عليه. هذا كان باب عيادة المغمى عليه كركي سكي لمير دبوري لبوك الشري سباق بيهو خفك مغمى عليه دا وطومت غلي ومسكحدي سيئي سنحاضر اهين مقن إن لبوا قضاء إني مشروع تهيب وضاق وقوبة بيهي محايا لي بوغ الشغر وقفك مريك لبوا قناعي كمكو أبنا قفك مريك إني فرح جريسو نشاط إني جريسو مدام قفك صوت وضيء وكل معي لأن قفك مركي لصوت وقوه كودري معي خفوق يفضيت كودري معي انبساط وهرعي حلا وحد مدائن حنون كي كير الدفع عاية قلب لي سوى حوبي سنايا عيادة مركة حكمة اللوجي لي كري تسمع عيادة ويكبل عرمتها هي حكمة الوريتاس هي منافع لكوشفتهم منافع لكوشفتهم وقشرة قفك مريكا وحاكمدا أهل كيسا قلب الوضيء اللي ناجي وأهل مريكا أيها نفط القرى خابر قولي إن لك بقى قلب الوضيء لو ناجي وقشرة كلي كفر معايا حتى أهل كيسا كفر معايا سيدو كلا منافع لكوشرة وحاكمدا قف كان صوب وقضي دعوذي سبركة لدينا والله جينا ولو مركا قف كان مريكا أغال بيصن بجيلا مركا الأدوه بوقته ودعيني سا دعوذي سبركة لدينا والله جينا تلاذا أغوى الله بأني يؤكد لي وين يسقف كان حنوصن حالات كيس إنا بيعن تصارت قف كان مريكا أيدنا بركة لدينا والله جينا إن كنت تفطر تفطاس أيضاً البركة للوارة جيانا فك كري معها مريكا إنه دريما مشاق يفرحات ويأمن بساط إنه دريما أكري معها حكمتاً برشادة الوجهي إنت أمرك حكمته ويكب الله ربك ساس ترادي هديو يا هاي قفك قفك ومك علي ومير دوار مي إن أغال لهين هديو يا هاي حتى والله بوقنا يا برشادة مشروع وعينا ساسو أجيلا مؤلف الإمام البخاري رحمه الله أجيلا باب كان أبوكم تيسرا ويانا. قال المؤلف وحيري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد بن نور رمي ثقة حافظ قال وحيري عبد الله:
حدثنا سفيان سفيان الثوري بن ورمي عن ابن المنكدر محمد ابن المنكدر حقي ونوغ ورمي من ثقات التابعين سمعه مغلي ابن المنكدر جابر بن عبد الله هو مغلي يقول جابر حال أصيب ورهاي مريت وان حنون صدي مرضا حنون أيان حنون صدي فأتاني وحائي من النبي صلى الله عليه وسلم النبي بائي يعودني نبي حال أصيب إبوقنا يأيئي وأبو بكر النوائي وهما نبي يا أبو بكر نحال ماشيان لبلوغينا يا أيهم أيقو وح جديد أنصارنين أو لغينا يا بالإيمان فوجداني وحي إهلين أغمي علي إن لم يردبوهي وحي إيمان أن أغمي يردبوهن بأن أغال لهم فتولى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوي سقاطي ثم صب نبي قوش ويوضوءه به سويسك أيو علي دشيد خصوه بيها أسره قوي سقاطي جركي سشريفك صامري أيو أنيق كركي خصوه أسره تهليل إيقاد فأفقت مركزا صامي رابي عاية لبياء البركة للشطواية وجسد كنبي عليه الصلاة والسلام صامري تهليش أصامرك إلهي إقوان فعيو وان صامر السيد فإذا وقت قاسي النبي صلى الله عليه وسلم موجود البواية نبي قابل إليك يقول مركا صامر السيد طيب مركا وحيا لها منافعة كتش تبوغ الشرعي كمتا إن قفك اللد عيو طفل إرادو ما أركيسا بركاتك صلم بوقفك هلايا حتى هدو مردبولين فقلت مركا صاوحا عندها يا رسول الله كيف أصنع محام سمينا يا في مالي مالك يا محام سمينا يا حنون كان على غيابا إنا أبنته أنا جنا مركا أصل يا فرع ملي جابر مركا حلقا صاصو أهايو مالك يا محام سمينا يا أقوي أنا جا مبحنا يا في مالي مالكي مالكي قردان مبحنا يا موضى صدقين يا فلم يجبني نبي قيمة جباب نويل بشيء شيء قمة جباب آيات كهل سقفك كلالها كلالها وحالي رابا قفك أصل كي فرعا عن لهم هدور بنتو حوله سسريبا لغيالا يا أوكال مركا وحيب نبي السجاي عليه الصلاة والسلام جباب مؤسا كبحن سؤاشا حتى نزلت آية الميراث نحل كآيات سئلائك سعودية آيات دانا مركا يستطونك قول الله يفتيكم في الكلالة آية داوية يعني إلهي آية دا كسر دقيقة مركا سؤال انت جواب يقسي نبي عليه الصلاة والسلام مركا محلو شاهد كوحوية يعني جابر وحن صدي نبي أبو بكر إصاب وقضين أي ويما دين أصيب ومغمى عليه نبي عليه الصلاة والسلام يهي سوي السجنة وتهليل أغد دقيقة إلهين وعفمات كسي يوكو باب عيادة السبيان هذا كان باب عيادة السبيان المها يريركا لبوغ الشرور باب كيدين سيدان ربو صوت المعني بوغ الشرور كلي معها نقفك مريركا إني كفر حجلسو أي فرفرتو والنشاط أي جلسو كلي معها منافع عادة كسو ولذا قفك مما عليه حتى والبوغانا حتى المها يريركا هديحا نصدان والبوغانا لأنه حويا والد كي أهل كي قلب غوريا كوكب مايو الموصلي بيهين ليلاد دعو ذا بركة ذي تلضى يشور ذا أهل كاللو ذا قايو وحيا لها صورنا منافعات كتش رواي عيادة ذي الله فشد أقصاصوا أي معنى قال المؤلف ومؤلف توحير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا حجاج حجاج ابن المنهال بانو الرمي ثقة فاضل ورع قال وحير حجاج حدثنا حماد حماد بن زيد بانو الرمي ثقة ثبت عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول حقي ونوغو الرمي ثقة عن أبي عثمان النهدي حقي أيون نوغو الرمي ثقة ثبت عن أسامة بن زيد حقي ونوغو الرمي رضي الله تعالى عنه
أن صبيا ويلير صبيغو لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسول في سجبدي سأصف معه فقرع وحن صدي وعي صبيغا gabadhii rasuulka kaleey salaatu wasalaam gabadhaas Zainab ay eedaalay wiil yaroy ayada dhashay ba anusaray faqula wu anusaray fabaathat ummuhu hooyadiiba sabiga hooyadii wa gabadhii nabiga kaleey salaatu wasalaam ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallama ay fariin u soo dirtay waxayna fariinta ugu soo dirtay in waladi aniga waladkeega في الموت في سكرات الموت لمشرى سكرات كيدي كسبني ولد كاسمرك وحوها يا ليلي علي بن أبي العاص بن الربيع زينب مؤكتي أيد الزوج كيدا أبي العاص بن الربيع بوها وأيها بريرت يا رب الشيء ويل كان مرك أبي العاص بيقول الشيء علي با مقعي لديه جري إيحا نصنا مرك وحي تري ويل كيدا في الموت في سكرات الموت وقصبين أرنت أبي أبهد سوء ويسيسي كبرنا زينب فقال مركز أوقعي لنبي عليه الصلاة والسلام للرسول كيلا صدري زينب نكي صدرتي ها رسولك قفك الله صدري وإياني قفك أي فرينت أصدرتي ونبي الله حد لا يوقعي اذهب تكبوي فقل لها زينب وحتقل هذا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب صدق الحدود وهذا الأمر كقفك المصبر جلنا إن لله إلهي وحا أصبنا ما أخذ إلهي وحا أوقاظه أي أصبنا معناها إلهي سبحانه وتعالى wixii asiga uu doono inuu qaado uu qaadayo asigaana iska leh shalayta asiga ku siiyay maanta haduu ka qaadane dee wuxuu asiga shalay ku dhiibay buu ka qaad waxaad adigu laheed ma aha wuxuu asiga iska leh ilmaha ilaah baa ku siiyay asigaana abuurtay maanta haduu naqsadane dee wixii shalay asiga uu ku dhiibay buu ka naqsaday mooyaan waxaad adigu leedahay ilaahay kaama qaada إن لله إلهي وحا أصبنا ذي ما أخذ وحوق هذا وله لله وحا أصبنا ذي ما أعضى وحا أوبحيه وحا أوبحينا أسقى إسكاله وحا أوقاذنا أسقى لا إسكاله وكل شيء شيء والبنى أخذك إيعضها سنت إيقاذستبا ها عنده ألا أكتي سيئة أهال إلى أجل مضر نقوء هذه أجل كو مصنع لبنى وحسيسمدنا إلهي أكتسا مضالي كلها مضاشاه دي لقارا وحي إلهي أوسينا يا أدوكس قادستنا مضال بيلاذا مضاشاه دي لقارا إلهي أدوكس وحي وكتالا هدو دونا مانتو عرور سينا يا بريت عرورتي واكن نخصانا هدو دونا مانتو مال سينا يا بريت مالكي واكن نخصانا سينتنا مركا أجل بيكوس عطا مضال قاددا أيضا نفتر كيدنا أجل إي مضال بيكوس عطا ساس دراده مركا كون كان اله با ابورتي اله قرشو وديار صدي قرشي وديار صدي وحول بكو سودان فلتصبر قبلها صبرت ولتحتسب هنا اجر الصبر فرينت ابو نبي عليه الصلاه والسلام ان رسولك ايده صدرت واسغنا اوغو دين فرجع الرسول كيلا صدر يولد فاخبر رسولك وشيها بنتي قبل النبي عليه الصلاة والسلام زينب ويار فرينتي بو أشياء ساسو أبها كسور بحيب فبعثت ويصادر تي بنتدي مرلبا إليه رسولك أصادر تي تقسم حال أيضا دارانيس عليه رسولك كور دارانيس لما جاء ليجيء إنو يمادن أوقو دارانيس معنى وحي لا إذا هاي إله بان كور داراني واد إيماني ساو أما إله بان كوكو داريي ودنو إيماني ساسار سوكا ليجيء إنو يما لما جاء بمعنى ليجيء إنو يما لنا نبي وقوكو داراني سا عليه الصلاة والسلام مرها داي دارتي مركا أو إنو إيمانا يقول دارتي دارتي مركا وحاوي ينقفك دارتي إن لوباري نقضو أو دارتي أن لغا جبينين أو دارتي لغا برينين
sidaa buu nabiga amray calayhi salaatu wasalaam, sidaasayna sunnada tahay marka uu soo ajiibay nabiga calayhi salaatu wasalaam, ayadaa ku qanacsan in uu nabiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam. Faqaama annabiyu salallaahu calayhi wasalama, nabiga wuu istaagay, fii nafarin jamaaco, dhexdii xaal uu ku sugan yahay buu istaagay. Nafarkoo min asxaabihi, nabiga asxaabtiisa ka mid ah. Minhum, nafarka waxaa ka mid ahaa Sacd ibnu Cubaada ka mid ah, ninkaas akhyaarta waaweyn ee ilaahay awliyadiisa ka mid ahaa, baa ka mid ahaa dadkii nabiga la socday calayhi salaatu wasalaam. Way soo baxeen, gurigii bay yimaadeen, wiilkii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam loo dhiibay, ee xanuunsan ee sakaraada. Fa akhada annabiyu sala allahu calayhi wasalam, wuxuu soo qaaday assabiya, wiilkii yaraa. Fa wallaca nabiga husabiga, bayna tanduwateyhi, labadiisa naas dhexdii buu ku dejiyeyo, xabadkuu saartayo halkaa buu wiilkii ku qabtay. Walisadrihi, sabiga laabtiisana waxaa u sugnaaday qacqacatun, yacnii shankar, qacqacadoo ka qacqacati shanna, qirbadka shankartiisoo kala. Qirbadka baalka istimraarka la yidhaahdo, maqaarka laga sameeyey, siduu maqaarka u shanqaraayo kale buu xabadkiisa u shanqaraaya. Oo wiilka xaaladiisoo sidaa markuu nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam, fadamacad cayna rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay rasuulkiisa labadiisa indho ayaa ilmeeyeen, naxariis buu nabiga la ooyay calayhi salaatu wasalaam. Faqaala sacdun, sacad baa marka wuxuu yidhi, atabkii ma oynaysaa wa anta rasuulullah, adiga oo ilaahay rasuulkiisa. Faqaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, innamaa abkii, waan oynayaa, raxmatan liajli raxmatin, naxariis daraaddeeda lahaa, bintadii aan u naxariisanayo, saasaan la oynayaa. Oo oohinteedu ma aha, cajzi ma aha, ee naxariis iyo dhimrin raadkeeda waa. Tayib, marka qofka muxtadarka ah ee sakaraadka xaaladiisu markii la eego, in xilliga isagoon weli dhiman oohintu way bannaanta, markuu dhinta kadibna oohintu way bannaanta. Haddii qalbiga maxaan idhaahdaa ay un laga murgaayo, indhuhuna ay ilimeynayaan, carabkana laga dhahayo, wax ilaahay raalli uu ka yahay subxaanahu watacaala. Markay noocaa tahay waa la ogolya, laakiin haddii carabka laga sheegayo wax ilaahay uusan raalli ka ahayn, qadaha ilaahay iyo qadarta ilaahayna aan lagu qanacsanayn, taa weeyaan midda xaaraamta ah. Marka nabiga calayhi salaatu wasalaam farqiga inuu u dhexeeyo marka sacad baraya, wuxuu yidhi waxaan la oynayaa naxariis daraad, ooyintan aniga reebi jiray iyo middaan isma lahan. Inna allaaha ilaahay laa yarxamu, ilaahay ma naxariisanayo, min cibaadihi, addoommadiisa xaal uu ka ahaday, ila ruxamaa, kuwa naxariisanayaan maaha. De naxariista waa loo baahan yahay. Addoonka aan naxariis lahayn waxay astaan iyo calaamo u tahay naxariis la'aantu inuu shaqi yahay oo ahlu naar uu yahay. Dadka ilaahay uu u naxariisto waa dadka ayaga raxmadda lahoo, naxariista lahoo, addoommada ilaahay iyo guud ahaanba khalqiga ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisanayaano qalbi jilacsan oo qalbi adeeg aan ahayn. Xadiidku waa xadiid saxiix oo Bukhaari iyo Muslim labadaba ay soo saareen. Baabun haadaa, kani baabun baabu waay. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi, abuu cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaari calayhi raxmatullah, xadathana alxasanu, xasan bnu waaqic baa noo warramay, fiqatun, qaala xasan wuxuu yidhi, xadathanaa waa fiqa weeyaan xasan, qaala wuxuu yidhi xasan, xadathanaa lamratu ayaa noo warramay, lamratu bnu rabiica, saduuqun yahimu, can ibraahiima ayuu nooga warramay, ibraahiimko ibni abi cabla, fiqatun jaliilun min attaabiciin, qaala wuxuu yidhi ibraahiim, maridat imra'atii, naagteedii ayaa xanuunsatay, fakuntu waxaan ahaa, ajii'u inaan u imaanayo, ilaa ummi dardaa, fataquulu ummu dardaa iyaduna waxay dhahee lii, aniga waxay ii dhahaysaa, kayfa ahluka, xaaskaaga waa side, fa aquulu lahaa, anigana waxaan ku dhahayaa, mardaa, way xanuunsantay, fataducuu, way wacaysaa lii aniga, bidacaamin bay igu wacaysaa, fa aakulu, anigana waan cunayaa, uma cudtu, waan iska laabanayaa, fa facaltu daalika, arrinkaa baan samaynayaa, fajituhaa, umma dardaa baan u imid, maratan mar, faqaalat ummu dardaa, waxay tidhi,
كيف قلت كيف ها كيف يعني ما حد يرى كيف حالها أو كله أهلك زوجها حال كذا واسرة قلت وحنا هاي قد تماثلوا ويصارون هذا فقالت مركا صاوحي تري أم الدرداء إنما كنت أنا وحنا أدعو إنا وعي لك أديك بدعام أنك وعي إذ إلا كنت أديك وحده تخبرنا إن أدنوش يجيسد عن أهلك أنهم أهلك مرضى إنيهم قوة حنوصا فأما إذا تماثلوا هذا يصرون هذين فلا ندعو لك أليك بشيء قوة عمينه باب كان مركع الإمام البخاري يقول أبنتي سيدة كم وقت حديثك أوكيني قفك حنوصا لمرة به قفك لك حنوصي مثلا خادم في ساحة نصلي حاس في ساحة نصلي ريح في واح كحن نصن قف كسر الصوت كلا عد من كذا وقلي يصير انتظر ودي يارين يصير بدر كأوكرين يصير أخذ مين يصير قف كهدي خادم مدي يصير كحن نصن ده كدر يسكا إني قف كصوت كلا كوا قبعة راشين يصير يأخذ مين يصير باص في حاس كي يوجش تي لقنا كأخذ مين إن لقى عاديه أرنت نوع صوت لإني كم التهاي مكارم الأخلاق إني كم التهاي آداب ونقسم شريعة إيدي لجلال السنة إني كم التهاي أرنت إنه حد يواب كان أبوتي حديثك أوكينا يا معناها صوت الماما يا وحولي هي إبراهيم ابن أبي عبلة حاس كي جاح عن الصدي ومن درداب أنكر إيمانا يا مكاسي أولي سنة السنة ورحالك كيف أهلك أهلك جواسده مركز أنا أرجع أشجع يا إن أهلك وحنوسين مركز يوعي سايو طعام بيد يارين سايو طعام كيبان عناي اللي حاس كيبان إجا حنوسنا أنا جانا مركز أنا صلى الله وناي أرنت أصلا مركز سمي يوي مربان مركز أوي مد مركز سايو حيقول ده هذي كيف يعني كيف أهلك سيدتي هراك مركز سايو حن ده هيو يلو يصرون هذا جمع بو هذا كعبرا يا ما دام لفظي اهلك ومعناها جمع اسكح امبارسن marka way soo roonaadeen ha markaas waxaan dhahay uu yiri waxay ugu dhahday waxaan kuugu wici jirnay baam illa adiga waxaad noo sheegi jirtay haas ahlkaaga inuu xanuunsan hadda haday ahlki soo roonaadeen de baam kuugu wiciineeno cid ku khidmeenays oo jikada ku galay jirtay ba soo caafimaaday saas waay ma marka mudada oo qofka khaadimadiisa ama haaskiisa sida soo kale cilada nooca ay ku timid in laga caawiyo markii laga dhaqo oo jikadi loo galo oo cuntadii loo kariyo oo loo khidmeeyo oo loo kaalmeeyo waxay ka mid tahay min aadaab shariica ay ka mid tahay tayib babu iyadati al-a'rabi hada kan babu iyadati al-a'rabi rirbadiyaha labo qashado labaabki dadka aarabta ayaga naftarkooda hadday xanuunsadaan waana dad iska qalafsanay in la booqdo inay mashruuc tahay qala al muallif muallif ka wuxuu abu abdullah muhammad ibn ismaeil al bukhari alayhi rahmatullah hadathana muhammad ibn salam al bikandi ba ma waramay thiqatun thabtun qala muhammad ibn salam wuxuu yiri hadathana abdul wahhab al thaqafi ay ma waramay thiqatun taghayyara qabla mawtih qala wuxuu yiri abdul wahhab hadathana خالد الحذاء بانو والرمي خالد ابن مهران الحذاء ثقة يرسل عن عكرمة حقي ونوغا والرمي عكرمة ومولى ابن عباس وياني ثقة ثبت عالم بالتفصيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رسولك على أعرابي من رباديا يؤسوك يعود حال أصيبه أبوغنا يا رسولك هو أعرابي walla boqanaaya ayaga naftarkooda dadka aarabta oo rirbaadiyaha marka ninka abu nabiga soo boqday calayhi salaatu wasalaam faqala marka soo nabiga yee la ba's alayk bas dushalama bimaana la mashaqata wala ta'aba min hadha al marad wa baso dib male anunka tahurun huwa mararka tahurun مطهر من طهير ايوان ذنبي بوكا طهير ايا ذنبي داف واي واح مشكلة معها ان شاء الله الهي عدود دون ذنبي داف واي والدعاء والدعين ايا مركا السيقنا مركا وحال ربي انو يراهدو
إله دعوذا إي أقبل إنو إله ذي إحيد مدى لقدبو. قال مركة وحويري ابن عباس قال الأعرابي نكار البادياها وحويري بل هي حمضان قندان حمان قندوا يويري حمضو تفورو كركريسو ها حمضو على شيخ أضي بشي أهات شيخ كبير أوين ها كيما تزيل سي أي محن إلى ذاي أزياري سوك ها أي أجي سمعنا أي وحن بارتو كان لذا هو الشيخة القبور قبورها أي وحن بارتو أي أين أكري ساو وحيري ذن بداف ما هي وحكا واقن رو أو أضي ويل أه محن إلى ذاي كري سوء وجيد ذن أي كاي أضيقا إني وحن بارتو قبر يذا قبر إني كيسو كان رأي إني إدي شرب طواي ما أنا ما هذا بيراف ما صار هذا الكلام دقيق قال مرك أسوي للنبي عليه الصلاة والسلام فنعم هاي إذا هذا يصير تحيب ومن نغني سميت مرك ذي بيراف من نغني سه مت قبر كوجيني سه نغني سايا صار سو النبي عليه الصلاة والسلام ببران بابو صار صاري غير كي سينو يري أما إذا أبيت فهي كما تقول حدات أذوق ديدي وسيدات أذوق نحضيرا قال الله كائن إلهي قديس وأهانايا وحالي فما أمسى من الغد إلا ميتا ما قلوا يسنن إلا أسيقوا ميدبوا قلوا يستيالي روو بنتي حديث مركة وحديث صحيح البخاري وصوص عليه قفك مركة إنو ظنك وناجيو نيدي أو وناجيو إنو أركو حنونك إنو أيهي دنبداف إنو أيهي تا إنو أركو. طيب باب عيادة المرضى هذا كان باب عيادة المرضى قوة حنونسان لبو قشضو دي باب كيديو دتك حنونسان إن لبو قضو أيو باب كان وباب يهيو. طيب بو قشضا مركب فضل غادي إي أجر كيدي أيو ربائنو هل كان قتل ما معنا. قال المؤلف مؤلف كوحير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بانور رمي صدوق قال محمد وحير حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية الفزاري بانور رمي ثقة حافظ قال مروان وحيري حدثنا يزيد بن كيسان بانور رمي صدوق يخضي عن أبي حازم بن نوغور رمي ثقة عن أبي هريرة قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسولك سوحيري من أصبح يا واجبري سيء اليوم ما منكم حقينا يا كواجبري استسائي من حال أسيب الصوم صاحي يا أسيب الصوم واجبري قال أبو بكر أبو بكر وحير أنا عني قال وحير رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال الله من عاد يا بغضي منكم حقين حال كأهدي اليوم ما أنت مريضا قفحا نصر يا بغضي قال أبو بكر وحير أنا عني سؤال سدحات قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام من شهد يا حاضرين منكم حقين حال هذه اليوم ما أنت جنازة جنازة يا حاضرين قال أبو بكر وحي أنا أني سؤال أفراد قال وحي النبي عليه الصلاة والسلام من أطعم يا قوذيي اليوم ما أنت مسكينا قف مسكينا يا قوذيي الوحسي قال أبو بكر وحي أنا أني أصيغ مرور بفرد تاقع يوم يا أهل الله هو قال مروان ومروان بن معاوية وحير من بلغني وحائسوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي إنه ما اجتمع هذه الخصال حال ذهن مكرمان في رجل كمكرمان في يوم مال تحدين كمكرمان إلا هديك كرمان دخل رجل كوحو قلي الجنة الجنة بقلي نبي عليه الصلاة والسلام في يوم واحد قف كأنه سائل نقضه إنه مريض قف حنونسان بوقضه إنه جنازة حاضره إنه مسكين قوضيه أعماشاً واوين هل مالاً قف كي جمعيه قف كأرن كجنو كقلا يابو نبي عليه الصلاة والسلام دخول أو أولي ها أما دخول أو بلا حساب أما من أي باب شاء أيوك قلا قلتان كجنو والله وذا قال يا انتي باهل التوحيد لكن دخول كان دخول خاص بالله هلا دتك سابقين تو كم نقنايا اما ما اه بلا حساب مو قال يا
أما ما هي الجنة الباب دي للسديد الباب هو أصيغ الدونوك قلايا والله خيار قلينا يا هل كدتك كلي أن الله خيار قلينا إن الباب معين لا إما إني كقلا أصيغ والله إكراما يا والله خيار قلينا يا معاني إذا صار معناها اللوجي إذا حديث هو حديث صحيح ومسلم صحيح زخص وصاريه قال المؤلف مؤلف قبو حيري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا أحمد بن أيوب أيا نور رمي أحمد بن أيوب بن نور رمي ابن الراشد مقبول قال وحيري أحمد حدثنا شبابة بن صبار الفزاري أيا نور رمي ثقة حافظ رمي بالإرجاء قال شباب وحيري حدثني المغيرة بن مسلم مغيرة بن مسلم بائي ورمي أبو سلمة السراج نكاسا إي ورمي صدوق عن أبي الزبير أيون إيغا ورمي ومحمد بن مسلم صدوق يدلس عن جابر أيو إيغا ورمي جابر بن عبد الله قال جابر وحيري دخل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوك علي على أم السائب أم السائب أي أوكالي والحال هي أم السائب تزفزف أي اللولاني سوا ويجريني قلنا الدرات فقال مركز النبي عليه الصلاة والسلام ما لك حقوق دعي مركز قف دمر أيضا نفتر كيدا هديحا نستطيع إن لبو كنكرو ba hadiidka laga qaadanayo umi saaibo hanuunsanayso qandala jareenayso nabiga u soo galay alayhi salaatu wasalaam faqala markaas uu nabiga yiri maalaki maxaa kugu dhacay qaalad markaas waxay tiri umu saaib alhumma qanda ay ku dhacay akhzaaha allahu ilaahi hadhu leeye qandada oo ilaahi ma barakeeyay saas soo kale qandadi bay hawaareysay faqala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nabiga wuxuu yiri ma reebton لا تسبيها حمدها عين كربتون هذا الكاس أخزاه الله أبلاد ها عين قندد محايا يلي فإنها حمد تذهب وحي تجيني خضايا المؤمن مؤمن كففك سيتجيني كما يذهب الكير بوفنها سيدا أؤتجينا خبث الحديد برت تيدا حن يمير الكيدا سيدا أؤتجينا marka waa faa'ido dambi dhaaf baa laga helaya kolka ha caynino muuminka dunuubtiisa baabiine sida baalka buufinaha la yiraahdo dabka lagu shido ee dabka lagu shidaayo birta markii la geeliyo sida birta wasaqdeedii iyo mirirkeedii iyo qashinkeedii ay uga baabeeyso sida kiilka oo xadiidka kiisa xun uu u tajiyo sidaasoo kale bay qandada qofka muuminka dunuubtiisa ay u tajinaysaa tayib قال المؤلف مؤلف كوحير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسحاق أيام نور رمي ثقة ثبت قال إسحاق كوحير أخبرنا النضر بن الشميل با نور رمي ثقة ثبت قال وحير نضر أخبرنا حماد بن سلمة نور رمي ثقة عابد عن ثابت البناني ثابت ابن أسلم البناني حجي ونور رمي ثقة عابد عن أبي رافع حجي ونور رمي ثقة ثبت عن أبي هريرة حجي ونور رمي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يقول الله إلهي وحونها مسلم حرزي هذه يوم القيامة قيامة ما لنتد إلهي وحونها بني آدم كل هلا يا ابن آدم استطعمتك طعام أينكاد البضي فلم تطعمني ما أذن إلا عمسي أرنت وقبو إذين يا أبو إلهي بني آدم تقولها قال إلهي وحويري فيقول عبدك وحونها قال ها يقول الله إلهي ها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحويري رسولك يقول الله إلهي وحونها قال الرسول كوحيري فيقول عبدك وحونها يا ربي ربي وكيف استطعمتني سليب الطعام إيوي ديسي أو ولم أدعمك أنيقنا أنكو طعام كوسين والحال أنت أذيقنا رب العالمين أخ
adigaaba khalqiga siinaayo waxay ayaga doonayaane sidee baad adiga aniga dacaam aad ii weydinaysaa anigana aanan dacaam kuu siinaynino. Hadalkaa macnihiisu waa maxay? Maxaad ula jeedaa? dacaam baan ku weydistay adigana ma aadan i quudinin. qaala ilaahay wuxuu dhahayaa subxaanahu watacaala, bimacnaa yaquulu saasoo kale, marka asigoo dhahay baa laga cabirayaa, oo maadaama hadalkaa taxaquq lwuquuc uu leeyahay, amaa calimta miyaadan ogeyn adiga? qaala ee yaquulu ilaahay wuxuu dhahayaa, amaa calimta ma waadan ogeyn, anna cabdii addoonkayga fulaanan hebel ah istadcamaka cabdiga inuu kaa dacaam dalbay, falam tudcimhu, cabdigaas oo fulaanka adigana aadan dacaam siinino. macnihii mujeeda lafdiga macnihii laga fahmaayo macno aan ahayn buu ilaahay ku fasiray subxaanahu watacaala, oo dacaam weydinta oo asiga baa isku tiiriyey markii hore. haddana dhinac kale addoonku u leexiyayo wuxuu yidhi, miyaadan ogeyn addoonkayga hebel ah inuu dacaam ku weydistay adigana aadan quudinino. ta'wiilka la sheegaya marka macnihiisa saas waa, erayga macnaha uu tusinaayo oo ka soo degdegaayo macno aan ahayn in erayga lagu fasiro. haddii marka la helo nas oo ama lafdi oo soo ororay macnaha lafdiga uu tusinaayona uu yahay macno laa'iq ilaahay aan u ahayn, macno ilaahay aan u cunno maayo, haddii macnaha uusan ahayn, laba dariiq bay mari jireen. dariiqna waxa weeyaan jumhuuru salaf baa mari jirtay, dariiqna waxa weeyaan bacdu salaf iyo khalafka ayaa mari jireen. dariiqa marka oo jumhuuru salaf ay mari jireen waxa weeyaan in tafwiid la sameeyo, ilaahay loo bandhigo, oo la yidhaahdo lafdigan macnaha uu tusinaayo macno ilaahay laa'iq u ah ma aha, macnaha marka loo jeedo allaahu aclam, ilaah baa garanaya, la yidhaahdo laga socdo ma, tafwiil baa la yidhaahdaa, sidaasaynay salafka u badnaayeen. ama macnaha oo ereyga uu tusinaayo oon ilaahay u cunumaynin ma ahee, macno kale oo ilaahay u cunumaayo in ereyga lagu fasiro, macnahaasaa loo jeedaa la yidhaah. iyadoo ereyga naftarkiisa xagga luqada macnaha lala aadaayo uu isaga imaan karo, macnahaasna uu yahay marka macno laa'iqoo ilaahay u cunumaayo in macnaha lagu fasiro, taana marka ta'wiil baa la yidhaah. haddii labadaa dariiq aan la marin, waxaa imaanaysa laba dariiq aan sax ahayn in la maro. mid waxa weeyaan tacdiil, in ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaatkiisii la anfiyo oo la bilaash yeelo, tacdiilkaana marka sax ma aha, mucadiluu qofka naqanaya. ama in la sameeyo wax la yidhaahdo tashbiih, in ilaahay la shabaho subxaanahu watacaala makhluuqaadka lagu shabaho, taa iyadana sax ma aha. marka si looga badbaado waxaa la yidhaahdo tacdiilka iyo tashbiiha waa in la maraa, labadaa dariiq ay culimada mareen mid ka mid ah waa in la maraa, saas waaye macna. tayib, amaa calimta miyaadan ogeyn adiga anna cabdii addoonkayga fulaanan hebel ah istadcamaka inuu kaa dacaam dalbay oo falam tudcimhu aadan dacaam siinin, amaa calimta miyaadan ogeyn annaka adiga low kunta haddaad ahaan laheed adcamtahu mid quudiyey cabdiga lawajadta daalika kaa yacni sawaaba daalika wa kaa sawaabkiisa cindii aniga agteeda inaad ka heli laheed. ibna aadam yani yabna aadam waako istaqaytuka waan kaa waraab dalbay falam tasqinii ma aadan i waraabin. faqaala cabdiga faqaala markaasaa wuxuu dhahayaa cabdiga, yaa rab wa kayfa asdiiqi, sidee baan kuu waraabinayaa walxaal anta adigana rabbul caalamiina aata. fayaquulu markaasaa wuxuu dhahayaa ilaah, inna cabdii addoonkayga fulaanan hebelaa istaqaaka wuu kaa waraab dalbay falam tasqihi ma aadan waraabinin. amaa calimta miyaadan ogeyn annaka adiga low kunta haddaad ahaan lahayd saqaytahu cabdigaa mid waraabiyey lawajadta daalika ay sawaaba daalika kaa sawaabkiisa cindii aniga agteeda inaad ka heli laheed. yabna aadam waa meeshaan usoo socono, mariltu waan xanuunsaday buu ilaahay dhahaya, bal eeg falam tacudnii ma aadan isoo booqan. qaala markaasaa wuxuu dhahayaa addoonkii cabdiga, yaa rab kayfa acuuduka, sidee baan kuu soo booqana, sidee baad adigu ku xanuunsanaya, sidee baan anigana kuu soo booqanaya walxaal anta adigana rabbul caalamiin aata. oo hadalkaa maxaa ula jeedaa?
قال مركز إلهي وحولها يا أما علمت مي أذن أن عبدي أدونك يا فلانا هبل مريضة إنو حنون صدي فلانك فلو كنت أذيك هدي أدهان لهد عدته فلانك مد بوغضي لوجدت ذلك فماذا ذلك كسبب إن أدهل لهد عندي أكثر أدهل له ووجدتني إن أدهانيك إهل لهد عنده أكثر أدهل لهد حديث هو حديث صحيح مسلم فأصوص عريوه وحنا تلماما يا فضل قبلاران أو كجرا قفك مريلك أبو غشد يسيو إيو أعماشا كلا لسمينا يو قف مسكينا إن لقوديو قف أومن إن لورابيو قف جائعا إن حنا لسيو وحيا الله صدام فضل قائليهم وحديثك تلماما يا. قال المؤلف مؤلف وحير أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل بانور رمي ثقة تبت قال موسى وحيري حدثنا أبان بن يزيد بانور رمي ثقة قال أبان وحيري حدثنا قتادة قتادة بن دعامة بانور رمي ثقة ثبت قال قتادة وحيري حدثني أبو عيسى الأسواري يؤيائي والرمي مقبول من التابعين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري عدو بغضة المريضة متك حنصن بغضة واتبعوا راع الجنائز جنائزتنا الراع تذكركم محيئذين حسوسيني الآخرة آخرة إلي حسوسيني جنائز تاس أدراع إيسان آخرة إلي حسوسيني كذلك قفت حنوصان والله بوغضو جنائز تولى الراعب أذيك نفتر كاقة فائدة كوتا آخرة كو حسوسيني سارين تا أيضا آخرة إن حسوستدنا مهم جدا ساس وايما قال المؤلف مؤلف قوحيري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا مالك بن إسماعيل بن نور رمي ثقة متقن قال مالك وحيري حدثنا أبو عبانة والله ابن عبد الله ليشكري بن نور رمي ثقة ثبت عن عمر ابن أبي سلمة صدوق يخطئ عن أبيه ثقة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري ثلاث صدى كلهن ثلاثة ذا لما أنتوا حق حق واي يعني وحق متأكد أرقوا حق على كل مسلم أهار ها يعني السنة وايا لقوا ذا سد حذوا السنة أرقوا أي معنى كو عيادة المريض قفك حنون صنو لبو خضر لو وشهود الجنازة جنازة دي الله حاضر صلاة دي لقدكتو لنا الرعو قبرك الله الرعو لبقي راض وأجر بالغة هلا يا أبو نبي عليه الصلاة والسلام وتشميت العاطش كنهن بالسيء والله فرح قليو قرما إذا حمد عاطش الله هضومه لي عز وجل مركوه النصو الحمد لله مركو إيراده إن لي إيراده يرحمك الله إن لي إيراده ها مركا إلهي وكون حريصنا يا بمعنى إلهي هكون حريصته قفك إن لي إيراده ويكفرح قلينيسا حديثك هو حديث حسن سيدا الإمام السيوطي إشارة باب دعاء العائد للمريض بالشفاء هذا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.